مرفقة أوراق تنديدها بيان استصراخ مفصلا على مقاس دلالية حدث الاقتحام العسكري الخطير. أدانت الهيئات المرجعية الإسلامية في مدينة القدس المحتلة اقتحام قائد شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك محاطا بعناصر مما يسميه الاحتلال المحاربين القدامى. إدانة صاغتها الهيئات في بيان صحفي قالت فيه إنه في سياق الهجمة الشرسة التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك من المتطرفين والحكومة اليمينية، تشارك الشرطة باقتحام المسجد الأقصى المبارك مع المتطرفين من جميع أجهزتها الحكومية والمخابرات وعلى رأسهم قائد لواء القدس يورام هاليفي وما يسمى المحاربين القدامى الذين احتلوا المسجد الأقصى المبارك عام 67 و900 وألف. وعد بيان الهيئة الاقتحام ذا دلالات وأبعاد خطيرة على المسجد الأقصى المبارك، مبينا أن عسكرة المسجد والاقتحامات الحريرية المبرمجة تأتي في سياق الدعاية الانتخابية لليمين المتطرف، كما حذر البيان مما ورائيات تلك الاقتحامات المغرضة. ولم يخلو محتوى البيان من تأكيد على منع القبول بالمساومة على المسجد الأقصى ورفض تنازلي التفاوض والتقسيم، مدرجا إجراءات سلطات الاحتلال في دائرة محاولة النيل من قداسة المكان ومصادرة هويته الإسلامية. كما لم يسقط من حساب متنه انتداب العالم الإسلامي وأحرار البسيطة إلى نصرة الأقصى واستنفار المستويين الرسمي والشعبي من أجل الاضطلاع بمسؤولية حماية المسجد الأقصى المبارك وعدم التوقف عند حد إلقاء زمام الدور وحصر المسؤولية في عهدة دائرة الأوقاف الإسلامية وذمة الأهالي المقدسيين. وعلى هامش البيان أكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس لوكالة صفا الفلسطينية اقتحام قائد شرطة الاحتلال هاليفي ومجموعة من المحاربين القدامى المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة صحبة طاقم تصوير عبري في اعتداء شملت فصول انتهاكه جولات استفزازية في باحات الأقصى بالتزامن مع اقتحام أكثر من 40 مستوطنا حريديا ساحات الأقصى وتلقيهم شروحا حول الهيكل المزعوم وإتيان بعضهم طقوسا تلمودية قبالة باب الرحمة وعند باب السلسلة.